على الاصوات، تحيه كبيره لكل المستمعين. احنا ما زلنا مواصلين معكم مدة 8:43 دقيقه، ما زال معنا كل من حسنا ابتسام وامال لي زيتيديون ديال اسكا، وتهضرنا على ليفينمون اسكا ديسكوفر تالنت، مسابقه لاكتشاف المواهب اللي متوجهه فقط للطلبه الطالبات ديال المدارس العليا اللي كاينه في المغرب كامل، بالاضافه لي فاكولتي، يعني اي واحد يقدر يشارك كيف ما كانت الموهبه ديالكم، حتى نتوما تقدروا تشاركوا في هذه المسابقه. ولا بغيتوا تسمعوا لي هما الصباح الموهبه ديالكم، اتصلوا بنا على 05 22 77 24 24. فاطمه الزهراء اليوم معنا واحد المستمع سميتها حنان، حنان اللي بغات توريهم الموهبه ديالها. حسنا ابتسام امل، بغيتوا تسمعوا حنان عندها واحد الموهبه خارقه ديالها. معلوم تنوطيوها تقدر تدوزوها حتى هي في المسابقه. معنا حنان. حنان صباح خير. كي دايره حنان؟ الحمد لله. انت بخير؟ الحمد لله بخير. اول مشاركه، نهار كبير هذا، نهار كبير. مرحبا. حسنا ابتسام وامل دخلوا علينا برزق اخي، اول مشاركه. حنان شنو الموهبه ديالك؟ الغناء. موهبة ديالها انك تعرف تقطع التليفون رابيدمون. خلاتيها الغناء وقطعت. وماشي مشكل، اتصلوا بنا الرقم ديالها 05 22 77 24 24. بالنسبة لليفينمون اسكا ديسكوفر سالون، الناس اللي غادي يشاركوا معكم ما غاديش يشاركوا فابور، كاين شي حاجة ياك؟ لا لا، بالمجان. المشاركة بالمجان، ولكن كنخصوا لهم جوائز متعددة. بالنسبة للفائزين ثلاثة الأولين، ثلاثه الاولين، شنو الجوائز؟ ما نقدروش نعلنوا عليهم دابا، تبقى مفاجاه. كتبقى مفاجاه الاخر، كاين الربح، كاين الربح. شحال اول واحد؟ اول حاجه ما نقيد، ما والو، لا نرشح، ما والو، دخل راسك نشارك بالموهبه ديالي، الموهبه ديال الصمت. لا، العام اللي فات شنو كنتو ربحتوا التلاميذ اللي ربحوا؟ كانوا ربحوا دي طابليت، كانوا ربحوا دي سمارت فون، تليفونات، دي طابليت، مزيان. وكانوا ربحوا الفائز الثالث، كان ربح واحد لاسون الفلوس. فلوس هذا العام تقريبا غادي تكون شي ياك؟ غيكون حسن، غيكون حسن كاع، غيكون حسن. وي، موش ديري لكم شي صفرة للطاليان. بما انهم غادي يتقيدوا فابور وغادي يخرجوا معاهم بالربح، غادي يربح كاين شي حاجة، كاين شي حاجة. يعني زعما نقدروا نشاركوا فابور، حنا اللي جاعد ما كيمشي بشي حاجة، ما كندير ما كنرجعش خاوي. على حسب. فين غادي يكون ليفينمون اسكا ديسكوفر؟ في المدرسة ديالنا، المدرسة العليا للتجارة والتدبير اسكا، اللي كتواجد بشارع مولاي يوسف هنا في كازا. وباب الترشيح مفتوح للجميع، المشاركة ياك بالمجان، أي واحد يقدر يجي ينزل عندكم الدار البيضاء إلا ما كانش هنا في الدار البيضاء. من الأفضل اللي بغا كيترشح يدخل لاباج ديالنا في فيسبوك اسكا ديسكوفر ستالنت، ويصيفط لنا لي كوردوني ديالو وصافي، كنقيدو حنا في لاليست ديال لي بارتيسيبون اللي غادي تكون. فوالا، تقيدوا في لاليست، شاركوا، تقيدوا في لاباج فيسبوك ديال فيسبوك ديالهم. فوالا، يصيفط النمره تتقيد مباشره. فوالا، هذيك لو بلوتو شنو غادي يدير؟ لو بلوتو بوزيتيف. علاش فوقاش يتسالى باب الترشيح؟ نهار الجمعه. نهار السبت غادي تكون لا بريسيليكسيون، فوقاش غادي يكون ليفينمون؟ مع ثلاثة، مع ثلاثة ديال الأشياء. فوالا، في الإسكا تقدروا تشاركوا وتربحوا بزاف ديال الهدايا. ما بقاش لينا الوقت بزاف، أيوا، خاصنا نشاركوا. الجمعة ما بقى ليها والو. وجدي الطالون ديال المشترك. هضرنا أيضا على لجنة التحكيم، ما بين الناس اللي غادي يكونوا في لجنة التحكيم، أمير علي، وأمير علي اللي معنا دابا مباشرة. أمير. صباح الخير، وانا صويت. صباح الخير امير، كي داير؟ صحه لاباس؟ صباح النور. ابدا من كي داير اخي امير، كلشي بخير؟ ايوا بالي اخي امير، بالي. لا باس، الحمد لله، الله يبارك فيك. امير، ما عرفتش انت واش عمرك انت في شي لجنه ديال التحكيم ديال شي مسابقه واحده اخرى؟ في مسابقه ديال الفيزياء، واحد الفيزياء حيت ما عندنا جوج فازات.
حنا ما يمكنناش نديرو شي ايفينمون ما نعيطوش ليك يعني معاك امل ايوا شتي شنو بغيتي هو بسدات علي يجي يشارك معكم في في ليسكا ديسكوفر تالنت. امير واش انت موجد موجد الموهبه كاملين اللي غادي يكونوا بيان سور وتكيس اليوم امير تكيس تكيس عندك بيت حزيران كبار وي وي كاين بزاف ديال الارتيست اللي غادي يكونوا ايضا في اللجنه ديال التحكيم امير انا عندي واحد الموهبه ومادام انت من اللجنه ديال التحكيم بغيت نسمع لك الموهبه ديالك ممكن لا اكثريه هذه الموهبه دي انا خطير فيها بغيتي تسمعها امير علي شوف وجد راسك وسمع مزيان الموهبه ديالك الموهبه دي دابا نقط ليا ما بغيتكش تنقط ليا 200 درهم ولا هذا انت نقط ليا مزيان شوف امين علي اسمع الموهبه ديالي هي هذه سمعتي الموهبه ديالي هي الصمت اول واحد اللي ما عنده حتى شي حاجه خاصو يسكت اللي ما في يدوش خاصو يسكت قال لك 10 على 10 تبارك الله عليك اخي امير لبير غادي تنقط مزيان الناس اخي امير غيكون اكان زعما صرت في ليسكا ديال الدار البيضاء تبارك الله عليك اخي امير ان شاء الله ان شاء الله وانت فيه وما يكونش ناجح الله ودي ان شاء الله كنشكرك بزاف اخي امير صباحك سعيد تهلانا في راسك تخي بون كوراج ليك تخي بون كوراج ليك انت اخي امير الله يبارك فيك حسنا ابتسام امال واش نتوما موجودين ليفينمون بيان سور شنو موجودين ليه مجدين الماكله مجدين مراكشيه المغرب المغرب مجدين الماكله اول حاجه مجدين لكم ماكله لا صافي دابا شنو مجدين كاين واش غادي يكونوا شي مفاجات غادي يكونوا دي كونسير شي با غادي يكونوا المغنيين غادي يدخلوا غني وشنو